طريق الوافدين من ليبيا إلى تونس لم تكن سهلة، غير أنهم حظيوا عند وصولهم إلى بنجردان باستقبال خاص من قبل التونسيين الذين مروا بظروف مماثلة منذ زمن بسيط. كل أهالي بنجردان بدون استثناء تجندوا لتوفير الغذاء والماء والأكل والشرب والدواء ونقلهم إلى أماكنهم بسياراتهم الخاصة ببيوتهم أيضا بكل ما أوتوا من قوة. الفارون نقلوا صورة قاتمة عن المأساة في ليبيا وتحدثوا عن مئات القتلى وعن نقص في الدواء والغذاء، رغم ذلك يبقى الأمل بالحياة قائما.